تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية في دبي هدير صبري. برحب بك يا هدير. خليني أبتدي معك عن لقاء الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس كوب 28 القادم، طبعا في إطار الجولة العالمية اللي بيقوم بها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. عايز أعرف منك تفاصيل هذا اللقاء، وأيضا كيف سيسهم هذا اللقاء في مزيد من التعاون فيما يخص ربما تطوير العمل المناخي. صباح الخير عليكي يا نهى وللناس، وصباح جديد على السادة المشاهدين من الإمارات العربية المتحدة وبالأحرى داخل إمارة دبي. بالفعل كما ذكرتي أن الدكتور أو معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأيضا الرئيس المعين لدى مؤتمر الأطراف كوب 28، الحقيقة في حراك لدى معالي الدكتور. طبعا دي مش أول زيارة يقوم بها معالي الدكتور سلطان الجابر لدولة أجنبية طبعا بشأن مؤتمر الأطراف، ولكن كان قبل كده في زيارة لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند، وامبارح كان موجود في باريس علشان يقابل إيمانويل ماكرون وزير الفرنسي، عفوا الرئيس الفرنسي. الحقيقة طبعا الزيارات دي بشأن مؤتمر الكوب 28 واللي هيعقد في نوفمبر 2023 وهينتهي في أول ديسمبر 2023. زي ما احنا عارفين ان الإمارات بشكل عام بتسمى هذا العام هو عام الاستدامة، طبعا لأهمية أو الاهتمام من قبل السلطات الإماراتية هنا بطبعا الاستدامة وبالاهتمام بالبيئة واهتمام أيضا بالتغيرات المناخية إلى ما هنالك من الأمور التي طرأت في الأونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة على البلاد في العالم بشكل عام، وأيضا الكوارث والأضرار التي لحقت بعدد كبير من دول العالم منها طبعا التغيرات المناخية. زيارة دكتور سلطان الجابر لفرنسا مهمة جدا علشان خاطر طبعا خلق الشراكات المتبادلة في إطار التغير المناخي، وأيضا أن هناك كمان قمة هتعقد في فرنسا في يونيو 2023 من هذا العام اسمها قمة الميثاق المالي العالمي الجديد، وطبعا دي علشان تحقيق انجازات عمليه في مؤتمر الاطراف، وده مهم جدا للمؤتمر الاطراف ان هم يبتدوا يعملوا شراكات ما بينهم وما بين ايه ما بين الدول اللي هتكون مشاركه في هذه القمه اللي هتعقد في يونيو القادم. طبعا المهم واللي شدد عليه معالي الدكتور سلطان الجابر ان يكون في تمويل من قبل الدول بشكل عام لطبعا اخذ قرارات يعني جديه ومباشره وسريعه لانقاذ الدول المتضرره من طبعا التغيرات المناخيه وطبعا الهيدروجين النظيف الى ما هنالك من الابتكارات الجديده التي بتسعى لها الدول العربيه والدول الاجنبيه بشكل عام لطبعا الحفاظ على البيئه من الكوارث والاضرار التي لحقت في الفتره الاخيره ببعض الدول. كمان عايزه اقول ان كان موجود مع الدكتور سلطان الجابر الوزيره شمة المزروعي وهي وزيره التنميه المجتمع بالامارات، وايضا هي رائده المناخ للشباب في الكوب 28، وطبعا بما ان هي شابه وعمرها صغير فهي بتدعو كل الاطراف المعنيه من الشباب ويعني هيئات المجتمع المدني للمشاركه او حشد مجموعه كبيره من الشباب في مؤتمر الكوب 28، طبعا ايمانا من كل الدول العربيه وليس فقط الإمارات. مصر أيضا بتهتم بالشباب ودور الشباب الذي برز في الأونة الأخيرة، وده طبعا احنا لاحظناه في الكوب 27 في مصر. فبالتالي طبعا يعني الاهتمام بالشباب في الوطن العربي بشكل عام اهتمام بالغ، وكان ده واضح أيضا من أول هدير لو تم عقدي من 3 أو 4 أيام. لو تحدثينا عن خلينا ننتقل لموضوع آخر وهو نشاطات الرئيس الروماني خلال زيارته للإمارات، لو تحدثينا عن هذا النشاط وجدول الأعمال المتوقع.
فخامة الرئيس كلاوس يوهانس يعني رئيس جمهورية رومانيا زار بالأمس أبو ظبي وهي طبعا عاصمة دولة الإمارات. كان في استقباله يعني سموه الشيخ خليفة بن طحنون وهو المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، استقبله في ساحة الكرامة. طيب الناس ما تعرفش بالتأكيد هي ساحة الكرامة ايه هي اللي موجودة في أبو ظبي، هي ساحة الشهداء، شهداء منذ عام 1971 وهم شهداء الإمارات. الحقيقة هي ساحة كبيرة جدا موجودة عليها جميع أسماء الشهداء اللي يعني طبعا ضحوا بأرواحهم وبحياتهم فداء لهذا الوطن وهي دولة الإمارات العربية الشقيقة. كان في استقباله كما ذكرت الشيخ طحنون خليفة بن طحنون، وطبعا قام بزيارة هذا الفرح الكبير لساحة الكرامة، وأيضا طبعا الملحقية الخاصة بساحة الكرامة منها طبعا مكان تعريفي وأسماء الشهداء، وطبعا كل واحد يعني كان في ملحمة إيه أو في إيه يعني أسباب الاستشهاد في الأماكن المختلفة طبعا اللي بيناضل فيها جنود دولة الإمارات. كمان كانت في استقباله منذ نزوله من الطائرة معالي الوزيرة مريم المهيري، هي وزيرة التغير المناخي والبيئة، كانت في استقباله وطبعا يعني أخذته للمسجد الكبير، والمسجد الكبير هو طبعا موجود فيه ضريح سمو الشيخ زايد بن آل نهيان، وهو طبعا طيب الله ثراه وهو شيخ العرب وايضا شيخ الاماراتيين، كان يعني تجول في الجامع الكبير وطبعا اعرب عن سعادته الشديده ل يعني الفخامه الجامع الكبير الحقيقه والنقاشات والحضاره الاسلاميه. طبعا يعني زي ما احنا عارفين الجامع كبير مبني على مساحه كبيره جدا، وايضا في ضريح سمو الشيخ زايد آل نهيان. أنا عايزة أشكرك شكرا جزيلا هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من دبي، وشكرا على كل هذه المعلومات.